مساء الخير على أجمل ناس في الدنيا. فإيه يا حبايب قلبي، الرواية الجديدة مش عاجباكوا ولا إيه؟ عموما لو مش عاجباكوا يا ريت تكتبولي في التعليقات علشان نقفلها على طول، ولو عاجباكوا طمنوني علشان نكملها كلها. يلا نبدأ الحلقة الجديدة. مش فاهمة حاجة يا أكرم بيه، اتكلم بسرعة لو سمحت. حسين الأيوبي رفع علي قضية إيه؟ هو أنا أصلا عملت له إيه؟ اهدي يا دنانير لو سمحتي، واضح ان الحكاية اكبر من انك خطيبة ابنه. لا انا مش خطيبة ابنه، انا مرات عمرو. انا بقولك انا اتجوزت وعشت معاه اسبوع. الراجل ده بينكر ليه وبينكر بالطريقة دي ليه؟ انا خلاص قربت اتجنن. مش هو بس اللي بينكر، حسين الايوبي ووالدك كمان بينكروا اللي انت بتقوليه. والمصيبة دلوقتي ان الايوبي بيتهمك بسرقة عربية عمرو ابنه، وطلع انه تم التبليغ عن سرقة العربية من اسبوع تقريبا، يعني من تاريخ كلامك انك كنت مع عمرو. لا مستحيل، انا مش فاهمة ليه بيعملوا كده. بقولك ايه، انا عايز اسافر شرم الشيخ، عايز اسأل كل الناس الموجودة في الفندق. انا متأكدة ان هلاقي مليون دليل على ان كلامي صح وجوزي عايش. ايه دي يا دنانير لو سمحتي، ايه رأيك بقى ان طلبت استخراج الشاب المتوفي باسم عمرو، وطلبت التشريح علشان نعرف ان كان هو فعلا عمرو ولا لا؟ دنانير الدنيا بدأت تقفل ابوابها في وشها، سابت اكرم بيه ورجعت البيت، وقررت انها ترجع ماشي علشان تفكر مع نفسها ان كانت بتحلم ولا كل اللي بيحصل معاها ده حقيقة. مشيت دنانير كتير قوي في الشارع وكانت لوحدها لحد ما التعب اتملك منها، وفجأة لفت نظرها انها قدام كافيه كانت بتدخله كتير قوي مع عمرو، وعمرو كمان معروف كويس قوي هناك، كان اخر مرة دخلته معاه قبل السفر بيوم. دنانير قررت تدخل وتشوف الناس الموجودة في الكافيه، فاكر عمرو ولا لأ؟ دنانير دخلت وقعدت على الترابيزة اللي متعودة تقعد عليها مع عمرو، وجه الجرسون يسألها ويقول لها مساء الخير، تحب تشربي حاجة يا فندم؟ مساء النور، أهلا أهلا، بقولك إيه، عايز أشرب الشاي بتاعي. تمام يا فندم، طب أمال عمرو بيه ما جاش مع حضرتك ليه، ولا لسه جاي وراكي؟ ايه عمرو بيه، هي انت تعرفه صح؟ ايوه طبعا يا فندم، حضرتك ناسيه ولا ايه؟ ده عمرو بيه احسن زبون في الكافيه، وكان متعود يجي هنا هو وحضرتك تقريبا كل يوم. طيب كويس قوي، هقولي بقى بالراحة كده وحاول تفتكر بالله عليك، اخر مره شفت عمرو بيه كان امتى؟ من حوالي اسبوع يا فندم، كان مع حضرتك هنا، ده حتى اداني تبس كبير قوي وقال لي ان بكره فرحكم. بجد انت متاكد من الكلام ده؟ ايوه يا فندم متاكد. في ايه حضرتك؟ معلش معلش انا اسفه، انا اصلي متوتره شويه، انا بس عايزاك تكون متاكد من اللي انت بتقوله وانك شفت عمرو من اسبوع. ايوه يا فندم متاكد، وشفت عمرو بيه من حوالي اسبوع وكان مع حضرتك. طب بقول لك ايه، تقدر تقول الكلام ده في النيابه؟ النيابه؟ ليه يا فندم خير، هو في مشاكل ولا ايه؟ بقولك ايه يا دنانير هانم، انا على باب الله ومليش في المشاكل، لكن اقدر اقول اللي اعرفه. ما تخافش والله العظيم ما في مشاكل ولا حاجة، انا بس عاوزك تقول اللي انت عارفه، وتقول كمان اخر مرة شفت عمرو امتى. حاضر يا فندم، تحت امرك، اي وقت حضرتك تحتاجيني انا موجود. دنانير كانت فرحانة قوي ورجعت البيت بسرعة، واتصلت على الضابط أكرم، حكيت له اللي حصل وعرفته إنها لقت دليل جديد إن عمرو كان معاها من أسبوع. أكرم رد عليها وقال تمام قوي، خلي بقى الدليل ده محدش يعرف عنه حاجة، وبإذن الله بكرة هيتم استخراج المتوفي ونعمل تحليل ليه والوالد حسين الأيوبي واخو آسر كمان، ساعتها كمان ممكن نستدل بالجرسون وكل الناس الموجودة في الكافيه، وممكن كمان نطلب تفريغ كاميرات الكافيه.
ايوه صح، ازاي الفكره دي كانت تايهه عن دماغي، بجد مش عارفه اشكرك ازاي يا اكرم بيه، حضرتك بتفكر احسن مني كتير قوي، انا خلاص دماغي قربت تنفجر من التفكير. مفيش شكر ولا حاجه، دي مهمتي يا دنانير، اهم حاجه عايزك بكره تحكي لي عن تكمله حكايتك مع عمرو، لازم اكون عارف كل حاجه، وكل حاجه لازم تبقى واضحه قدامي، لاني متاكد ان الحكايه اكبر منك واكبر من عمرو ذات نفسه. دنانير قفلت مع اكرم التليفون، وكان والدها سامع المكالمه، دخل عليها بسرعه وقال: برضو يا بنتي لسه ماشيه ورا الضابط المجنون ده، يا بنتي صدقيني الضابط اللي متخن دماغك ده عايز يطلع ترقيه على حسابك وعلى حساب اسم جوزك الله يرحمه، عايز الناس تتكلم عنه وتقول هو ده الضابط اللي بيحارب في عيلة الأيوبي، ومين معاه؟ معاه مرات عمرو الأيوبي الله يرحمه. بابا ما تقولش كده على عمرو، أنا متأكدة أني مش بحلم ولا اللي كنت عايشة فيه ده تهيؤات، أنا متأكدة أن جوزي عايش وموجود. وبعدين حضرتك عرفت أن حسين الأيوبي بيتهمني بسرقة عربية عمرو، يعني عايز يخليني أروح في داهية، لإما أسكت يا ترى بقى حضرتك عندك علم ولا بيتصرف من وراك؟ يعني قصدك إيه يا دنانير بكلمة بيتصرف من ورايا دي؟ هو حسين الأيوبي محتاج ياخد رأيي في حاجة؟ أيوة يا بابا، طول عمره بياخد رأيك وبيتفق معاك على كل حاجة، وحصلت كتير قبل كده، ده حتى عمرو اتفق معاك إنه ياخدني شرم الشيخ، وحضرتك وافقت والكلام كان قدامي، ودلوقتي بتنكر الكلام ده، معنى كده إن حسين بيه هقال لك غير كلامك. ليه بقى يا بابا بتعمل فيا كده؟ ليه؟ فأنت بتقولي إيه يا بنت؟ أنت يعني بتفهميني إني متواطئ مع حسين الأيوبي؟ ده جزائي إني مش عايزة واجهك بالحقيقة المرة، إن جوزك مات، حسين بيه لا يمكن يسمح لك إنك تشوهي صورته أكتر من كده، والحقيقة الأكتر من كده إنك فضحتينا وجبت لنا العار. شوفي نفسك، شوفي نفسك وهمك خدك لفين، أنت غبتي أسبوع عن البيت مع واحد محدش عارفه من هو. لا لا يا بابا، أنا متأكدة إن كنت مع جوزي، ولعلمك أنا قابلت عامل في الكافيه اللي أنا وعمري بنقعد فيه دايما، وأكد لي إنه شاف عمري معايا من أسبوع، يعني أنا لو مجنونة العامل مش هيكون مجنون. كفاية بقى هبل، حرام عليكي، حرام عليكي، التهيؤات دي هتوديكي في داهية، أنا راجل كبير وما بقيتش حمل فضايح وكلام من الناس. والد دنانير سابها وخرج وهي منهارة من العياط، دخلت عليها والدتها اللي أخدتها في حضنها وطبطبت عليها وفضلت تقرأ قرآن. دنانير بتبص لوالدتها وتقول: ماما هي انت الوحيدة اللي هتقولي لي الحقيقة، هو أنا فعلا مريضة؟ أنا كنت بتعالج في مستشفى أمراض عصبية يا ماما. ماما رد علي: هو فعلا عمري مات من سنة؟ يعني كل اللي أنا فيه ده تهيؤات؟ رد علي يا ماما، رد علي، ساكتة ليه؟ الأم بتسكت خالص وبتنزل دموحها كأنها مخبية حاجة على دنانير ومش عايزاها تعرفها. وتاني يوم الصبح بتم القبض على دنانير بتهمة سرقة عربية عمرو الأيوبي، وبتدخل دنانير الحجز زيها زي الحرامية. لكن أكرم بيه أول ما بيعرف بيروح ليها بسرعة وطمنها إن المعمل الجنائي هيكشف عن المتوفي وشرح الجثة، ولو ثبت إنه عمرو الأيوبي هتتقلب القضية لصالح دنانير. ومر الليل كله ودنانير في الحجز، هما الأم كانت منهارة عليها بتتحايل على الأب يتصرف بأي طريقة: هأرجوك هأرجوك اتصرف، أرجوك بنتي بتروح مني، الراجل ده سماوي ونابو أزرق وشكله مش هيسيبها في حالها. يا أم دنانير افهميني، الراجل ما عملش حاجة، بنتك هي اللي عايزة تفتش في القديم وتفضح أمر الراجل مش عايزه يتفضح، عموما علشان خاطرك وخاطرها أنا هروح له وأعرف منه إيه اللي يرضيه علشان البنت تطلع من الحجز. وفعلا
راح والد دنانير لحسين الأيوبي يشوف طلباته إيه علشان دنانير تخرج ويتنازل عن القضية. وفعلا بعد حوالي ساعة وصل للحجز أمر بإخلاء سبيل دنانير وإن حسين الأيوبي اتنازل عن قضية سرقة العربية. وخرج الدنانير، لكن خروجها ده كان ليه تمن المفروض عليها إنها تدفعه، وواضح قوي إن التمن ده هيبقى غالي جدا عليها. دخلت بيتها من غير حتى ما تتكلم كلمة، لأنها مستنية خبر أهم بكتير قوي، مستنية تقرير الطب الشرعي علشان يقول كلمته إن المتوفي مش هو عمرو الأيوبي. دنانير كانت مطمنة قوي وحاسة كمان إن شهادة العامل هتكون في صالحها. الأب كان غضبان جدا ومتعصب عليها، حذرها أكتر من مرة وحذر الأم إنها تعقل بنتها وتبعدها عن سكة الأيوبي عشان المرة الجاية العقاب هيكون شديد قوي. وتاني يوم في المحكمة وقفت دنانير مع والدها وحسين الأيوبي اللي كان وراه جيش من المحامين في انتظار نتيجة الطب الشرعي، واللي كانت مفاجأة غير متوقعة للجميع. دنانير بتجري على أكرم بيه وتقول له: ها أكرم بيه، مش كنا جبنا عامل الكافيه بالمرة عشان الكل يتأكد من كلامي؟ أصبري بس يا دنانير، لما نعرف النتيجة كل حاجة هتوضح، وإن شاء الله مش محتاجين شهادة العامل. يا رب يا أكرم بيه، بقولك إيه، بعد إذنك بقى أحسن بابا منبه عليا ما تكلمش مع حد خالص. بصراحة بقى والدك نفسه غريب شوية، عموما ثواني والحقيقة هتظهر. وفعلا بدأت الجلسة وتم استخراج نتيجة الطب الشرعي اللي أكدت بما لا يدع سبيل للشك إن المتوفي هو عمرو حسين الأيوبي، ومتوفي من سنة تقريبا في حادث سيارة. وهنا حسين الأيوبي بيفرح قوي وبيقول يحيى العدل، بيبص لدنانير نظرة غل وتوعد. أما دنانير بتصاب بصدمة عصبية والدنيا بتلف بيها وبتقع يغمى عليها. الأب والأم بيسندوا دنانير وبترجع بيتها، لكن أكرم بيه لسه جواه أمل إن البنت دي مظلومة وإن في يد خفية في الموضوع. وهنا بيقرب منه ضابط صديقه وبيقول له: ها أكرم بيه، مش شايف إنك متعاطف زيادة عن اللزوم مع البنت اللي اسمها دنانير دي؟ مش عارف يا محمد، حاسس إن الموضوع أكبر من مجرد زوج هربان ونفسي أساعدها. طب اسمح لي، يعني ليه ما تكونش فعلا البنت دي تعبانة نفسيا وبتتعالج في مصحة نفسية وده بشهادة أهلها نفسهم؟ ها ومثلا تكون البنت دي كدابة وبتستغل جمالها إنها تكسب تعاطفك معيها، وفعلا كانت سهرانة مع راجل غريب. على فكرة واحدة زي دي قدرت توقع عمرو الأيوبي في حبها ويتجوزها كمان، وهو يعني زي ما بسمع كان زير نساء، ممكن جدا تكون عاملة مصيبة وعاوزك تساعدها في الخروج منها. وهنا أكرم بيه بيفكر بطريقة مختلفة إن فعلا ممكن دنانير تبقى كدابة، وده اللي خلاه يقرر إنه يروح لها البيت يواجهها ويعرف من والدها أكتر عن الموضوع. وفي بيت دنانير لسه مغمى عليها، مش حاسة بالدنيا، علشان كده والدها طلب لها الدكتور. وبعد دقايق أكرم بيه في بيت دنانير والدكتور كمان. هأيوة الدكتور اللي فجر مفاجأة هتقلب موازين الحكاية. خير يا دكتور، بنتي مالها؟ بقالها أكتر من ساعتين مش حاسة بالدنيا. وحياتك يا دكتور، وحياتك، طمني عليها يا ابني، قلبي وجعني عليها. يا عيني عليك يا بنتي، ما شفتيش سعادة من يوم ما اتولدتي. اهدي بس يا حاجة وصلي على النبي، ما فيش حاجة، اطمني. وعايزة أقولك ألف مبروك مدام دنانير حامل.
ومن هنا بتبدأ حكاية دنانير والمجهول تتعقد أكتر وأكتر. يا ترى لو دنانير مجنونة تبقى دنانير حامل من مين؟ ولا الحكاية لسه لها بقية؟ استنوني في حلقة جديدة من دنانير والمجهول.